كمان كانوا عم بينصحونا انه زوزو وزيزي ما رح يقدروا يعملوا شيء، ومننصحكم تستسلموا لانه الحمل اتقل منكم ولانه العمليه اكبر منكم، وهيدي البلاد انتم كموارنه اخذتوا منا بما فيه الكفايه، حلكم بقى تشمعوا الخيط وتروحوا لبرا. نحن شجعونا وقدموا لنا اساطيل ليخدونا لبرا، وفي لاجئين من فيتنام حاطينهم ببعض الاماكن، عرضوا علينا شويه مناطق حد منهم هيك منعيش كلنا سوا. بالنسبه لنا نحن فهمنا تماما هالواقع، وفهمنا انه وجودنا يلي بدها حضارتنا يلي هي حضاره 6000 سنه بدها، وشفنا خيرنا من الشعوب يلي تعتر وتبهدل وقت يلي اضطر يهج من بلاده ويلجأ ببلاد غيره، كيف هو تعتر وببعض الاحيان عتر غيره معه. نحن قررنا اذا وللبد مصيرنا بخطر هون، نحن بنعمل ناخد المخاطرة، نحن بنعمل ناخد هالتحدي هيدا، نحن رح نقاوم ومهما كان الثمن رح ناخد هالمخاطرة علينا. اذا صمتنا منكون بنينا بلدنا 100 سنة لقدام، واذا انكسرنا ما بنقبل نعيش لاجئين ببلاد العالم، منموت لهالبلد. جاي لكم كمان انه نحن ما بنقبل نعيش